هسه استاذي هذا موظف الامانه يقول الكتاب ما اعطي وانا صادر من البلديه وانا منفذ على هاي الجهه وهذا صاحب الجهه عنده العقد باسمه وهذا الشخص يقول انا دوام الجمعه مبلغ من المدير على مود تشوفه الكتاب ما يقبل يعطي وهذا الولد الاخ هذا الموظف الاخ يقول انا طالع بكتاب يقول انا موظف يقول موظف بالامانه يقول موظف بالامانه هذا واحد وين الله وين الله وين الله وين الله هذا يقول بالامانه هسه وين هذا قبل بكم شنو زين وجايبين المقاول يقولون احنا مسويين كتاب رسمي ياخذون في عام الاهالي وظلين بدون مدارس وبدون شو اسمه وانا هذا يقول انا مسؤول على البلديه يقول انا جبت الكتاب ومصدر من مدير امن العام وقف اعطيني وجهه اسالكم بالله لو اكو حكومه تحترم نفسها يطلعون موظفين فاسدين مسيطرين ياخذون قياعين العالم ويقولون احنا موظفين الامانه هذولا لو يخافون كان ما سووا هاي السوالف اللي يروحون ياخذون قياعين العالم هذا شنو النهب والسلب مال النوب القياعين هاش دكو ايش دا يصير خلصت خلص النفط وخلص الغاز وخلص التهريب وخلص كل شيء والمخدرات وهسه انداروا على القياعين ظلت بس القاع يبوقوها ما ظل شيء بس لما قلت لكم قبل شويه لو اكو حكومه خلي يشوف رئيس الوزراء خلي يشوفون حكومه الاطار التنفيسي خلي يشوفون هذا اللي من يحكمون الاطار التنفيسي هيك يصير فالته كل من إله يلا أنا بظهري العصاعيص يلا أنا بظهري مدري منه أبوكم لا أبو حتى صدق كذب مستحيل بلد بهالطريقة ينباد ماكو رقيب ماكو حسيب ماكو واحد يلزمهم وحيل على راسه خلي شوف أمين بغداد خلي شوف رئيس الوزراء هاي الشهر اللي دتبوق أراضي العالم باقوا بيوت المسيحيين باقوا بيوت السنة اللي انهزموا خارج العراق باقوا بيوت الشيعة اللي تهجروا لا ويقول لك العراق ليش ما يصير براسه خير بهاي الشهر يصير براسه خير بشرفك بهاي الشهر